نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. وسط حالة الترقب لإعلان الحكومة الجديدة، تباين في المواقف بين الدعم المطلق للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية والرفض القاطع لها. في مواجهة المتحايلين والدخلاء على القطاع، الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تدعو الحرفاء إلى التثبت قبل التسجيل لموسم العمرة في حال تأكده. وزير الشؤون الخارجية يؤكد من واشنطن حرص تونس على مواصلة الانخراط الفاعل في جهود دعم مسار التسوية السلمية في ليبيا. الثامنة من تونس، أهلا بكم. في انتظار أن يتضح المشهد السياسي في تونس أكثر مع تعيين حكومة وتحديد من سيرأسها، تتتالى ردود الفعل الصادرة من الأحزاب والمنظمات الوطنية، وبالتالي نجدها متباينة في مواقفها بين الدعم المطلق للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية في الأمر الرئاسي الأخير، والمنتقد لما تضمنته والرافض لها أصلاً. لا تزال حالة الترقب تغلب على المشهد السياسي في تونس في انتظار الإعلان عن الحكومة المقبلة ورئيسها. في الأثناء تتواصل تفاعلات الأحزاب والمنظمات حول قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الواردة بالأمر الرئاسي 117 الصادر بالرائد الرسمي في 22 من سبتمبر الجاري. في هذا السياق عبر كل من حزب الائتلاف الوطني التونسي وحركة تونس المستقبل في بيانين منفصلين عن مساندتهما لهذه القرارات. فقد اعتبر حزب الائتلاف الوطني التونسي أن صدور هذه الأحكام خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل القطع نهائيا مع منظومة ما قبل 25 من جويليا التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدمار وفق نص البيان. من جانبها عبرت حركة تونس المستقبل في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة جديدة وإقرار إجراءات لضبط الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد. وكانت 6 أحزاب داعمة لقرارات 25 من جويليا، وهي حركة تونس إلى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، أكدت أن الأحكام الاستثنائية الصادرة في الرائد الرسمي تعد خطوة هامة في اتجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد حسب توصيفها، داعية إلى ضرورة التسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراء الإجراءات الاستثنائية وتشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء. وفي بيان صادر عنها، رفض الحزب الدستوري الحر محتوى الأمر الرئاسي الأخير، معتبرا أنه يكرس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على البيعة للحاكم بأمره وفق نص البيان. كما طالب الدستور الحر الذي كان قد سند إجراءات يوم 25 من جويليا الرئيس بتغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التي وصفها بالتعسفية. وفي ذات السياق اتهمت منظمات وطنية ودولية في بيان مشترك صادر عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات، واعتبرت أن صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يقضي بإلغاء النظام الدستوري ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد، معبرة عن خشيتها من المس من حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات. من جهة أخرى، عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد من تصريحات وإجراءات، وخاصة الأمر 117 الذي قنن به تجميع السلط دون اعتبار لكل ما طالبت به أجيال من الحقوقيين والحقوقيات. ولفتت الجمعية إلى أن رئاسة الجمهورية لم تلتزم منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وإلى غاية صدور الأمر 117 بتكوين حكومة وتحديد السقف الزمني للوضع استثنائي. ومن ردود الأفعال الخارجية حول التطورات الحاصلة في تونس، وفي أول رد فعل رسمي أمريكي، دعت وزارة الخارجية الأمريكية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تعيين رئيس للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى صياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضم المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليها. الإجراءات الرئاسية الأخيرة مثلت مشغلا لعدد من المتابعين للمشهد السياسي، وخاصة لملامح المرحلة المقبلة. في تقدير البعض، قطع رئيس الجمهورية حالة تردد وغموض استغرقت أسابيع معتمدا ما سمي سياسة المرور بقوة لوضع أسس مشروعه في تسيير دواليب الدولة بمنطلق تنظيم جديد للسلط في صيغة تدابير استثنائية ضمنت في أمر رئاسي. أمر من ناحية شكلية مثل ما قالوا عليه الناس العارفين بخبايا القانون الدستوري، من ناحية شكلية هو في الدستور، لكن من ناحية المحتوى هو خارج الدستور، وهذا وضع طبيعي لأنه الرئيس قيس سعيد خلق وضع سياسي جديد يستوجب آليات جديدة وشيء جديد. ما دام يكتسي الأمر طابع وقتي فهو في حد ذاته ضمانة أنه ما تضمحلش مؤسسة الدولة، ضمانة أنه ما تضمحلش الديمقراطية، ضمانة أنه نرجع بعد مدة معينة إلى الوضع الطبيعي. غير أن قوى منظماتية ومجتمعية وحساسيات سياسية عبرت عن قلقها بخصوص طبيعة التدابير الاستثنائية بين أن تكون تصحيحا للمسار أو سعيا للانفراد بالسلطة والتحكم بأغلب مفاصل الدولة في سياق انتقال سياسي جديد. لذلك من السابق لأوانه الآن الحديث عن آفاق، باعتبار أننا لم نرى بعد الممارسة الفعلية لما ورد في المرسوم الرئاسي 117، لننتظر خلال الأيام القادمة لنرى كيفية تفعيل ما ورد في ذلك المرسوم وبالتالي الحكم عليه، لا سيما وأن هذا القلق يبقى مشروعا بالنظر إلى العديد من المخاوف التي بدأت تبرز في الأفق بالنظر إلى عدم وجود سقف زمني واضح. وثابت حسب الكثيرين أن تونس دخلت مرحلة جديدة، وتوجهت الأنظار إلى رئيس الجمهورية كيف سيديرها بعد أن قطع الطريق أمام محاولات العودة إلى المنظومة السابقة لتاريخ 25 جويلية. أطاح بهذه التدابير الاستثنائية منظومة كاملة التي برزت منذ العام 2011 إلى غاية الآن، وهو بذلك نسف دستور، جزء كبير من دستور 2014 الذي كانت حركة النهضة والذين وراءها يروجون على أنه أحسن دستور في العالم. هذه الخطوة أطاحت بذلك، والمسألة ننتظر كيف سيتم تنزيل هذه القرارات والإجراءات التي أعلنها على أرض الواقع حتى نحكم عليه بالاتجاه الذي ستسير إليه تونس في قادم الأيام. والاتجاه هنا الوضع الطبيعي الذي يقوم على فصل بين السلطة ويستند إلى جملة من الآليات الديمقراطية منها الانتخابات والاستفتاء. احنا في مرحلة تأسيس جديد، هذا ألا نفهموه، تأسيس جديد، جمهورية جديدة، وبالتالي أعتقد أنه مبدأ الاستفتاء يتم إقراره من الناحية المبدئية، لكن ما يتمش اللجوء عليه في كل مرة، والأفضل في هذه المرحلة أنه يتم التشارك، الديمقراطية تكون عندها طابع تشاركي مع مكونات المشهد السياسي ومع مكونات المشهد المدني وبالخصوص مع المنظمات الوطنية وخصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل. التدابير الاستثنائية قد تكون قسمت التونسيين وغذت مخاوف بعضهم في نهاية الديمقراطية في تونس، وهذه حالة يمكن فقط تجاوزها إذا ذهب رئيس الجمهورية إلى التحاور مع الطيف المنظماتي والمجتمعي والحزبي. قدم 113 قياديا وعضوا بحركة النهضة استقالتهم من الحركة بسبب ما وصفوا إخفاقا في معركة الإصلاح الداخلي للحزب، وقد عللوا قرار استقالتهم بتخييرهم تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر من الإكراهات المكبلة التي أصبح يمثلها الانتماء لحزب حركة النهضة. وحمل المستقلون المسؤولية إلى كل من قيادة الحركة وإلى النخب السياسية، واعتبروا أن تعطل الديمقراطية داخل الحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار، خاصة في السنوات الأخيرة أفرزت قرارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية غير منطقية تناقضت مع التعهدات المقدمة للناخبين. وأمضى على بيان هذه الاستقالة الجماعية عدد من نواب البرلمان المعلقة أعماله، ومن نواب المجلس الوطني التأسيسي السابق، وأعضاء مجلس شورى الحركة، إلى جانب عدد من المسؤولين والأعضاء
في الحزب مركزيا وجهويا ومحليا. في موضوع آخر الآن، تكاثفت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من قبل جهات غير رسمية وبعض الأشخاص لتسجيل في رحلات العمرة رغم عدم افتتاح الموسم بعد، أمر حذرت منه الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والمنظمة أو منظمة الدفاع عن المستهلك. بلاغات ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى جمع الأموال وجوازات السفر من قبل شركات خدمات أو أشخاص، دعوات تهدف إلى التسجيل لموسم العمرة الذي لم يفتتح بعد، أمر دفع الجامعة التونسية لوكالة الأسفار ومنظمة الدفاع عن المستهلك إلى إصدار بلاغ لتحذير المواطنين من عدم الانسياق وراء هذه الدعوات التي اعتبروها خارجة عن القانون. تشكية كبيرة برشا جاتنا، احنا راقبنا المواقع الاجتماعية، شفنا عديد الصفحات وأكثر المهنيين زاد بعثونا ورسلونا، هذه اليوم يعمل لك صفحة غدو حيبدل العنوان تاعها، ما عندوش أونسينيا، احنا نقولوا لهم هذوما راهو للمواطنين، ردوا بالكم على الأقل إذا كان اتصلت به اطلب منه ما يفيد اللي هو وكيل أسفار، شركات الخدمات وهذوما البزناسة والإيراباتور ما يمثلوناش. وطالبت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار وزارة السياحة بحماية القطاع ووضع حد للدخلاء. السماسرة هذوما ياخذوا في الباسبورات نتاع الناس ويكونوا واسطه بينهم وبين وكيل الاسفار، دونك هذوما اشخاص ماهيش مؤسسات، اشخاص معناها ما يخضعوش لرقابتنا، احنا ما نجموش احنا كوزاره السياحه نجي لشخص معناها نراقب اشخاص، عندنا مؤسسات تخضع لاشرافنا اللي هي وكاله الاسفار، احنا كي يجينا ملف كامل فيه الهويه نتاع الشخص هذا اللي يقوم بنشاط نتاع وكيل اسفار بدون ايداع كراس شروط، طبعا احنا عندنا اجراءاتنا، نعملوا قضيه نتاعنا ونعديوا على المحكمه. واكدت منظمه الدفاع عن المستهلك دعوتها للمواطنين الى عدم الانسياق وراء هذه الدعوات. من فضلكم معناتها فما ديزاجونس دو فواياج تمشيوا لهم، ما نخليوش معناتها العمليات هذه معناتها تتطور في البلاد، وبعد كما قلت لك نلقاهم تشكيات هنا في منظمه الدفاع عن المستهلك، هو خذ لي فلوسي، شكون اللي باش نجيبوا لك انا السيد هذاك؟ معناتها يعرضك في حومه، تعطيه الباسبور، تعطيه الفلوس، بعد ما عادش فص ملح وذاب. ولوضع حد لهذه التجاوزات دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وزارة الشؤون الدينية إلى التسريع في عقد لجنة الوطنية للحج والعمرة والإعلان عن افتتاح الموسم. اللجنة الوطنية اللي احنا كنا راينينها قداش من مرة باش تجتمع، للأسف ما تمش الاجتماع رغم المراسلات والتذكيرات. صحيح جاتنا مراسلات من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، من وزارة السياحة، في طلب لعقد اجتماع للجنة الوطنية للحج والعمرة، السعي حثيث من وزارة الشؤون الدينية في عقد هالاجتماع هذا في الأيام القليلة القادمة، وبناء على ما ستقرره اللجنة الوطنية للحج والعمرة وقتها نجم نقولوا رو فتح العمرة من عدمه. وسيصدر قرار افتتاح موسم العمرة من عدمه بعد تدارس جميع المواضيع والإشكاليات مع مختلف المتدخلين بعد انعقاد اللجنة الوطنية للحج والعمرة حسب كهية مديري الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. ضمن مستجدات الوضع الوبائي، تؤكد المعطيات والأرقام اليومية التي تقدمها وزارة الصحة تحسنا نسبيا في المؤشرات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، فبتاريخ 23 من سبتمبر الجاري سجلت وزارة الصحة 15 وفاة تم التصريح بها وليا و673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومن المنتظر أن تنظم وزارة الصحة غدا يوما وطنيا سادسا للتلقيح المكثف، حيث يشرع نحو 390 مركزا في تلقيح الجرعة الثانية للفئة العمرية البالغة 15 سنة فما فوق من الذين تلقوا الجرعة الأولى يوم الأحد 29 من أوت الماضي، في خطوة ستعزز توقعات وزارة الصحة بتلقيح 50% من المتساكنين بحلول منتصف شهر أكتوبر المقبل. مع كل سنة دراسية تتجدد معاناة أولياء أطفال التوحد في الظفر بمرافقة مدرسية. الخبراء في علم النفس يؤكدون أن دور مرافق للطفل المتوحد مهم وضروري في عملية إدماجه في الوسط التربوي. في التحقيق التالي نرصد مشاغل الأولوياء ومدى تفاعل صولة الإشراف مع متطلباتهم.
يلقاو لهوه يتقدموا، ما يلزموش يتتركز صغير، يتتركز صغير صاي ينقاد في حاجات اخرين يتسمى بالنسبه له هو جحيم. العنايه، المرافقه والمسانده، هذا ما يحتاجه اطفال توحد ممن دخلوا الحياه المدرسيه حتى يتمتعوا بحقهم في التعلم، حق تتجدد معه الصعوبات مع كل عوده مدرسيه. وجوده ضروري المرافق مع طفل توحد باش ينجم يعاونوا على الاندماج مع اصحابه ولا على فهم الدرس ولا على تكوين العلاقات الاجتماعيه. عاونتنا الجمعيه عامين وهو بالمرافقه، للدوله تعطيها عامين 200 دينار واحنا نكملوا 300، و300 يعلم بينا كان ربي منين نجيبوهم. بعد العامين ينحيوا المنحه لك المرافقه هذيك. المرافقه المدرسي هي ضروره ملحه في عمليه الادماج الحقيقي وفق مقاربات علميه، علاش؟ لانه المرافق المدرسي هو اللي باش يظلل الصعوبات والتعلمات الموجوده التلميذ مع في علاقته بالتعلمات. جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد وذوي الإعاقة خطت منذ فترة خطوات مهمة في التوعية بأهمية دمج أطفال التوحد في الحياة المدرسية، خطوات تتعثر نتيجة الإشكاليات التي تشهدها الجمعية في توفير المرافق المدرسي لكل طفل. وزارة الشؤون الاجتماعية طالبناهم بإدراج جمعية فرح ضمن الاتفاقية القطاعية باش تزيدونا ويقع مرافقة أطفال التوحد في المدارس ورياض الأطفال. وأما بالنسبة لوزارة التكوين المهني والتشغيل، نحن طالبوها باش تمدنا في العقود عمل تطوعي إلى 5 سنوات. وزارة الشؤون الاجتماعية وفي ردها على هذا الإشكال أكدت أن الاتفاقية الإطارية المشتركة تعنى فقط بالأعوان والإطارات العاملين بمراكز التربية المختصة ولا تشمل الجمعيات. راهي موجهة للخدمات التي تقدم داخل مؤسسات التربية المختصة اللي تقدم خدمات تربية، تأهيل وتكوين وإعداد للحياة الاجتماعية. احنا سنويا كما كنت نذكر رانا نسندوا اعتمادات لتمويل مختلف الانشطه، والجمعيات مرحبا بها اذا كان عندها انشطه. من جانبها اكدت الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل ان عمل المرافق المدرسي يندرج ضمن برنامج عقد الخدمه المدنيه، والذي يخضع لجمله من الضوابط والشروط التي لا يمكن للوكاله تجاوزها. وكالة مرتبطين بنصوص قانونيه واوامر تشريعيه اللي هي تنص على انه الامتياز هذا ما ينجمش يفوت سنتين فقط، غير أنه يمكن أنه معناها الجمعيات اللي هي ناشطة اللي هي تحب تتدبش الوليدات والمؤطين هذوما إما تمكنها الوكالة من التكفل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات. إعادة التفكير في منظومة تربوية تفتح فصولها ضمن مقاربة شاملة تراعي خصوصية أطفال التوحد وتذلل الصعوبات أمام عائلاتهم، قد تكون خطوة أولى في كسر قيود العزلة بين هذه الفئة ومجتمعها، وترسم خطوات أخرى نحو تفعيل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتجعل من اختلافهم قدرة ومن صمتهم إبداع. إحياء لليوم العالمي للصم واليوم العالمي للغة الإشارات، نظمت الأكاديمية التربوية والرياضية للصم بتونس أسبوع الأصم انطلاقا من الاثنين الفارط، حيث تم تخصيص أنشطة ورشات مختلفة بالشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، كما تم التركيز خصوصا على إبراز أهمية لغة الإشارات ودورها في تسهيل اندماج الأصم في المجتمع. يوجد 72 مليون أصم في كل أنحاء العالم يستخدمون 300 لغة إشارة حسب أرقام الاتحاد العالمي للصم، التي تشير إلى أن مجتمع الصم في تونس يضم أكثر من 150 ألف فرد يعاني 95% منهم من الأمية، ما جعل تعليم لغة الإشارة يتصدر المواضيع التي اختارت الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس طرحها خلال تظاهرة أسبوع الأصم. بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارات واليوم العالمي الأصم، حبينا نوريو أهمية لغة الإشارات. الأصم هو اللي ينظمها، معناتها الأصم هو اللي ينشط، هو اللي ينظم، هو اللي يعمل برنامج، هو اللي يخطط. ونحبوا زادا نبدلوا نغيروا النظرة نتاع المجتمع للأصم، إن احنا ذكي كيفكم معناها، وإحنا ذكي كيف من حقنا نتعلموا، من حقنا نحتفلوا، من حقنا نعملوا كل شيء مع بعضنا. يعني وقت لتونس الكل باش تعرف أهمية الأصم وأهمية لغته، هو مواطن تونسي زي المواطنين الكل، يعني ينجم يبرز مواهبه وينجم يشارك في أي مجال كما الأشخاص الناطقين الكل. لغة الإشارات هي لغتهم، بها يتحدثون ويضحكون، يرسمون ويمارسون هواياتهم المتنوعة،
فلا حاجز يقف أمام رغبتهم في الحياة. أنا أول مرة اليوم نجي نحضر معهم في الجمعة هذه، وفرحانة برشا أني شفت المسرح والمسرحية اللي قدموها، وإن شاء الله تواصل الفعاليات هذه وتواصل الأنشطة للصم الكل. أنا اليوم جيت باش نحضر مع أصدقائي الصم باش نشوف شنية الأكتيفيتي اللي يعملوا فيها، باش يحكوا صداع سبور، شفتهم باش يحكوا على كل شيء. أنا كي شفت الجو اليوم يعني عجبني برشا، حبينا إحنا زادة نكتشفوا لغة الحركات لتعليمهم القواعد الألعاب، وهذا ولا تبادل تجارب، وخاصة باش تكون الألعاب في نفس الوقت هي وسيلة من وسائل التواصل. الألعاب هي مستوحاة من التراث التونسي. كما استغل منظمو التظاهرة هذه المناسبة لاستعراض النقائص التي يعانيها الأصم في تونس، ومنها المتعلقة بحقه في ممارسة الرياضة. كما نعرفوا فما الديفلامبياد اللي هو كما الأولمبياد لكن لرياضة المعاقين سمعيا، فيه كل الرياضات. الرياضة هي نوع من كما قلوا الدمج، إن شاء الله هذا اللي نطمحوا له أكثر حاجة، اللي هي تكون على جامعة تمثلنا وتمثل رياضة ذوي الإعاقة السمعية. وتختتم تظاهرة أسبوع الأصم يوم الأحد بمدينة برج السدرية عبر تخصيص أنشطة مختلفة تحت عنوان معا من أجل كسر الصمت. على سفح جبل سمامة بولاية القصرين تقع المدرسة الابتدائية طربخانة التي سجلت مقاطعة عدد من تلاميذها بسبب إشكالات عدة، وفي مقدمتها غياب الماء الصالح للشرب والبنية التحتية المهترئة. في ركن لا تفاصيل له من أركان مدرسة قاطعها أكثر من 250 تلميذا، تجلس سمرة تفترش الأرض تتفحص كتابا اهترأت أوراقه بأنامل مرتعشة، موجهة نظريها إلى كلمات محي بعضها، محاولة أن تخفي حزن ملامحها ودمع عينيها. سمر التي لم تستطع توفير أبسط حاجياتها من الكتب والكراسات والأقلام قطعت مسافات طويلة لتصل إلى مدرستها. مدرسة بساحتها الجرداء الخالية من كل شيء جميل باستثناء بعض التلاميذ الحالمين بمستقبل أفضل، وبقاعاتها المتداعية للسقوط استقبلت منذ بداية السنة الدراسية أقل من 50 تلميذا بعد منع أهالي منطقة طربخانة المتاخمة لجبل سمامة أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. أصغارنا شادينهم في المنازل، رانا مناش باش نبعثوا صغارنا على أساس الماء الصالح للشراب للمنطقة، وعلى أساس المدرسة ماهيش مهيئة باش تقري تلمذتنا. القسم هذا كان تواليت، كان يعني تواليت أنا الأول قريت فيه، أنا مواليد 81 وقريت فيه القسم، قريت لهنا التواليت متاعتنا هذه. نحن مدرستنا والمنطقة هذه كل راهي ما فيهاش الماء أصلا. من حقي نبقى على طاولة نظيفة وقسم نظيف وعنا الماء. المندوبية الجهوية للتربية أكدت أن مصالحها ستتدخل قريبا بالمدرسة في انتظار تدخلات أعمق بكامل المنطقة. كنا برمجنا المدرسة هذه للتدخلات العاجلة اللي باش تصير في أجل أقصى شهر من هنا، ثم خزانات موجودة في المدرسة، يبقى مسألة التزود. احنا كيف بصدد التنسيق مع السيد والي والسيد معتمد لتوفير الماء بشكل دوري، وإذا كانت عذر علينا هذا إن شاء الله كيف بهالحلول اللي نعتبرها استثنائية، زادة كيف حاطين المدرسة ضمن البرنامج متاع توزيع السهريج اللي باش تتوزع في القريب العاجل. مدرسة طربخانة مدرسة تختزل تفاصيلها وملامح تلامذتها واقع منطقة طربخانة التي تعسفت عليها وعلى أهلها الظروف. هذه المنطقة المتاخمة لجبل كثيرا ما تعترض حيواناته المفترسة سبيل سمر التي تجد في المدرسة ملاذا لها ولا ترغب أن تنقطع عن طلب العلم والمعرفة.
تطورت مؤخرا المؤشرات الخاصة بالمنطقة السياحية تبرقة عند رهم عبر ارتفاع عدد الليالي المقضاة بفضل السياحة الداخلية التي ضمنت توافد حرفاء محليين على المنطقة الثرية بجمال الطبيعة التي تجمع البحر والجبال والغطاء الغابي الكثيف. وقد بدأت عملية تهيئة عدد من الوحدات الفندقية المغلقة بعند رهم استعدادا لتعزيز مقدرات الجهة لاستقبال ضيوف الفترة الشتوية. ارتفاع في عدد الليالي المقضاة في المنطقة السياحية تبرقة عند رهم بنسبة فاقت 23% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي، حيث سجلت الجهة توافد أكثر من 92 ألف سائح مقابل 74 ألف سائح لنفس الفترة من الموسم الفارط حسب المندوب الجهوي للسياحة بالجهة. تحسن كبير على مستوى المؤشرات السياحية للفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 20 سبتمبر 2021 بتوافد أكثر من 92 ألف وافد على النزول مقابل 74 ألف وافد خلال نفس الفترة للسنة الفارط. تنوع المنتوج السياحي بين الغابات والجبال وشواطئ المرجان وملاعب الجولف إلى جانب بلوغ نسبة التلقيح للعاملين بالقطاع السياحي أرقاما عالية نهزت 90% مع حسن تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي، عوامل ساهمت جميعها في تحسن المؤشرات السياحية ورفع نسبة الإشغال بالوحدات الفندقية. موسم سياحي جيد جدا مقارنة بالموسم السياحي الفارط، بدينا نستنسو شوية بالمرشي لوكال، فما ارتفاع نيفو نسبة الحجوزات. سيزون توريستيك سنة عدت باهية مالغري كو تعديت معناتها كان بالمرش بالمارشي التونسي معناتها بالحريف التونسي، والا فما التونسيين مقيمين بالخارج اللي نجموا سناء يجيوا ويدخلوا لبلادهم ويعديوا الصيف في تونس. انطلاق اشغال تهيئه احدى اعرق الوحدات الفندقيه بجهه عند رهم والتي اغلقت ابوابها منذ 18 سنه باعتمادات تفوق 6.5 مليون دينار مثلت فرصه لدفع الاستثمار السياحي بالمنطقه، بما من شانه ان يساهم في رفع طاقه الايواء المتوقع ان تصل في مدينه تبرقة وحدها دون اعتبار الوحدات السياحيه بمعتمدية عند رهم 6000 سرير. المشروع فيه إعادة ترميم وتوسعة نزل الفرنانة اللي هو معلم أثري في مغلق من 2003، وإحنا الشركة متاعنا تكفلت بإعادة توسعة والتهيئة متاع المشروع. العمل على تنويع المنتوج السياحي للوافدين على المنطقة السياحية برقة عند رهم وتحويلهما إلى منطقتين آمنتين صحيا، مع العمل على فتح بقية الوحدات السياحية المغلقة والبالغ عددها 3 يظل رهانا يستوجب العمل على كسبه خلال الموسم السياحي المقبل حتى تأخذ موقعها الأصلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية. على امتداد يومين كانت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للبحر ببنزرت بحضور خبراء ومختصين لتكون اختتام الفعاليات اليوم فرصة للتباحث بشأن قضايا بيئية تتعلق بالمنظومة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وخاصة منها ملف التلوث. مثل التلوث البحري للمتوسط وتداعياته على المنظومة البيئية الساحلية أحد المحاور الهامة التي تناولها بالبحث والنقاش خبراء ومختصون من شمال وجنوب المتوسط في اختتام فعاليات المنتدى العالمي للبحر ببنزرت. يأتي ذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن البحر الأبيض المتوسط بات ملوثا 10 مرات أكثر من المحيط. كيفاش نوصلوا أن نمثلوا بحر إكزامبلير لا ميديتيراني إكزامبلير، وهذا كي يندرج فيه معناتها العناية بالسواحل، العناية بالثروة متاعنا متاع البحر لا بيوديفيرسيتي، ينترج فيه زادة كيفاش العمليات اللي نعملوها مع البحر الصيدي، تلوث اللي هو ماخذ أهمية كبيرة وماشين وناخذه معناتها لازمنا نلقاو حلول. النتيجة اللي باش نوصلوا بها في الاخر للناس الكل نبداو بالأسهل ونبداو بلو بلوز انوفون، خاطر زادا اللي لازمنا نعطيو له اقاميه سي لينوفاسيون. إن مادة البلاستيك الملوث اجتاحت البحر والمحيط وساهمت في اختلال التوازن البيولوجي، وهذا إشكال يجب حله ليس فقط بتغيير السلوكيات ولكن بوضع قوانين صارمة.
واعتبارا لخطورة مادة البلاستيك على المنظومة البحرية والتنوع البيولوجي، أكدت مديرة جودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة في مداخلتها على أبرز عناصر الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على البيئة البحرية والتنمية المستدامة للشريط الساحلي. اسمها استراتيجية ساحل بدون بلاستيك، ليتورال سون بلاستيك، اسمها ليسب باللغة الفرنسية، وهذه توا بديناها مع البنك الدولي وقاع الساعة تشخيص للوضع الحالي على مستوى تونس. توا اش نخدموا؟ اش معناها المسؤولية الموسعة للمنتج؟ انت كمنتج اليوم باش تعمل ساك بلاستيكي او باش تعمل منتوج بلاستيكي، يلزمك تخدم على سورس، انت يلزمك تعمل باكيجينغ صغير معناها تنقص في البلاستيك. من جهة أخرى، اعتبر المشاركون أن تبادل الخبرات والتجارب خطوة هامة من أجل بلورة تصورات لمشاريع نموذجية بمشاركة الشباب والمجتمع المدني. قد لاحظت أن التونسيين وخاصة الشباب واعون بقضايا البيئة والمحيط، وهذا مهم لأن التعاون الدولي والشراكة يستندان أساسا على المبادرات التونسية. ويذكر أن الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للبحر ببنزرت واكبتها في يومها الافتتاحي شخصية عالمية منها أمير موناكو ألبير الثاني. مشاركة عدد من التونسيين المنتخبين بمجالس بلدية أوروبية في المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج كانت فرصة للتعرف على مناحي مختلفة من الحياة في تونس، ومنها الجانب الثقافي من خلال زيارة المعلم الأثري بقرطاج والتي نظمها لفائدتهم ديوان التونسيين بالخارج. استراحة صباحية على إيقاع موج البحر ونسماته، نقاشات تثار هنا وهناك قبل الذهاب في جولة تحملهم إلى موقع قرطاج الأثرية، وهذا النقاش أحدها وموضوعه سباق سيارات أورالي نساء في المقود لصاحبته مريم كيزاني. فخورة جدا بالدفاع عن تونس وبالترويج لها في فرنسا وكندا وإسبانيا والجزائر والمغرب عن طريق سباق السيارات أورالي عليسا. هكذا كانت أجواء الوصول إلى موقع قرطاج الأثري، وهو المعبر عن هوية وملهم القلوب والعقول من خلال ما تميزت به من خصال مؤسسة قرطاج وملكتها الأولى أليسا. أجد نفسي في عليسة، فهي امرأة قوية وتعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، إذن فأنا عليسة. يقولوا لك منين انت؟ تقول لهم تونسي. كارتاجينيزي، معناها انت من الدوله القرطاجيه. الدوله القرطاجيه يعني كان نفوذها كبير وكبير برشا. مع الاسف يعني مكان جميل، مكان رائع، تاريخ كبير، لكن العنايه ناقصه برشا. الانسان كي يدخل لهنا ياك ويرجع غادي يقول لهم براهي بلاصه توب، راهي مانيفيك، امشوا لها. اما كي يمشي ويقول نو راهو مش باهيه كل شيء، كما الانطباع اللي عندي توا صعيب باش تقنع به الناس. انا نحب نمشي دري موتيفي باش نجيب العباد لهنا ياك. خيبه امل من ضمن اخرى لن تثنين على بذل مزيد من الجهد للمساهمه في غد افضل لتونس، يقول زائر الموقع الاثري. جمعيتي تسمى جاسما، والما تعني يد الأخوة بين الشعبين التونسي والفرنسي، ونسعى من خلالها إلى التعريف بتونس حضاريا وثقافيا. أدعو من خلال جمعيتي إلى الدفاع عن التنوع في فرنسا. تتمثل معركتي في الدفاع عن حقوق الإنسان كالحق في العمل والتعليم. أرسلت إلى تونس معدات طبية بقيمة تقارب 2 مليون دينار، وسأبعث في نوفمبر القادم دارا للنساء دون سند في مدينة المطوية. وقتاش تتنحى لنا الكورونا ونجموا نعملوا فواياج أورغانيزي باش نجيب العبيد. على هذا التمني وتمنيات أخرى أنهوا زيارتهم لبدء أخرى قبل العودة إلى بلدان الإقامة. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي حرص تونس على مواصلة الانخراط الفاعل والبناء في الجهود الأممية والدولية والإقليمية لدعم مسار التسوية السلمية في ليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار. يأتي هذا خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية حول مسار التسوية السياسية في ليبيا، وكان لوزير الخارجية عديد اللقاءات، ومن بينها لقاءه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي خلال لقائه برئيسة المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ميشيل كونينكس حرص تونس على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية للتصدي للإرهاب وما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولا سيما من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن. هذا وجددت المديرية التنفيذية استعداده لمواصلة تقديم الدعم لتجسيد الاستحقاقات القادمة في هذا الإطار. جهود تونس في هذا المجال وتأييدها للمقترحات والتوصيات التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أجندتنا المشتركة حول تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الشعوب لمجابهة التحديات في العالم مثلت أيضا محور اللقاء الجرندي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث أكد وزير الخارجية على دعم رئيس الجمهورية الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الخصوص. كما تطرق اللقاء إلى أهم التطورات الجارية في المنطقة والعالم وسيما الوضع في ليبيا. وأبلغ وزير الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في القمة 18 للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جيربا نوفمبر القادم. ولدى مشاركته في قمة الأنظمة الغذائية شدد الجرندي على أن نجاح المجموعة الدولية في احتواء أزمة الأمن الغذائي يكمن في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين وإعادة بلورة آليات العمل لتكون أكثر نجاعة في تأمين الحقوق الأساسية للشعوب ومن أهمها الحق في الغذاء. لا يحلو اليوم أن تسفر هذه القمة عن التزام سياسي بلش وتعبئة فعلية على مستوى العالمي لتحقيق نظم غذائية مستدامة، ونحن نعتقد أن نجاحنا في ذلك يبقى رهين اعتماد حوكمة عالمية فعالة وعادلة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول النامية والتحديات التنموية والمالية التي تجابهها. كما دعا وزير الخارجية إلى ضرورة معالجة معضلة عبء الديون على الدول النامية والأقل نمواً وخاصة في المنطقة الإفريقية. تعتبر تونس أن معضلة عبء الديون على الدول النامية وخاصة الإفريقية يتطلب مناقشة عميقة بين جميع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مبتكرة كإعادة جدولتها في مشاريع شراكة تنموية هادفة. وأكد الجرندي أن الهدف المحوري لتونس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 هو تأمين النفاذ لكافة الأغذية السليمة للجميع وبشكل مستدام وأسعار ملائمة. قالت الشرطة الصومالية إن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند مفترق طرق في العاصمة مقديشو بالقرب من قصر الرئيس. وعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موكبا كان في طريقه إلى القصر. وقال المتحدث باسم شرطة عبد الفتاح أدن حسن للصحفيين في موقع الانفجار إن عدد القتلى قد يكون أكبر لأن عائلات نقلت بعضا من القتلى والجرحى. وفي أخبار الرياضة الآن، توج ترجي الرياضي التونسي بلقب كأس سوبر لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 إثر تغلبه على النادي الرياضي الصفاقسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب رادس. وسجل المهاجم النيجيري إيوالا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57 ليحرز الترجي لقبه السادس في المسابقة. ألقى بطل تونس في رياضة الفنون الدفاعية حبيب الحمروني الضوء على قصة نجاحه وتميزه في هذا الاختصاص الرياضي خلال ندوة صحفية انتظمت مساء أمس بصفاقس. في ندوة صحفية يروي الحبيب الحمروني قصة نجاحه في رياضة الأمامي أو الفنون الدفاعية المختلطة، حيث تغيرت حياته كليا في سن 41 ليتحول إلى بطل في هذه الرياضة. نمنوا برواحنا ونجموا نوصلوا، اخدم اصبر بدل من تفكيرك بالإرادة والعزيمة نجم توصل. كنت 135 كيلو، شاركت توا في ميزان 77 كيلو للنخبة بتونس وفزت بها. الحمد لله نجحنا في البارتي هذه وما زلنا باش نقدموا القدام، وندعو الشباب الكل انهم باش يشوفوا سي الحبيب الحمروني ويشوفوا قصة الحبيب الحمروني كيفاش بدات، وبقدرة ربي باش نشوفوا برشا جديد خاطر الحبيب الحمروني مازلنا نوصلوا به. انا عندنا كيمبو سلايس هذا في امريكا نفس قصة نتاع الحبيب الحمروني. هذه الرياضة ورياضات اخرى تشرف عليها اللجنة الوطنية للفنون الدفاعية المختلطة وهي تسعى الى تطوير هذه الرياضة في تونس. لجنة وطنية تأسست في 2016 لكن السنة دخلت في صلب الجامعة التونسية للكيوكوشينكاي كاراتي والفنون الدفاعية تحت اسم اللجنة التونسية للشوت فايتينج والأمامي والجرابلينج، واللي هي
وكيف نقولوا جامعة ونقولوا لجنة وطنية ونقولوا جامعة معناها نجم نقولوا بطولات. دونك هي المخول لها الوحيدة أنها تحكي على اسم بطولة تونس أو بطولة جهوية أو بطولة وطنية. لحبيب الحمروني قصة نجاح في رياضة الفنون الدفاعية المختلطة يمكن أن يكون مثالا للكثير من الشباب للتغيير، ويمكن أن يكون هذا التغيير عبر نشاط رياضي أو ثقافي أو تطوعي يقدم الإضافة والتغيير للأشخاص ومحيطهم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. وسط حالة ترقب لإعلان الحكومة الجديدة، تباين في المواقف بين الدعم المطلق للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية والرفض القاطع لها. في مواجهة المتحايلين والدخلاء على القطاع، الجامعة التونسية لوكالات الأصفار تدعو الحرفاء إلى التثبت قبل التسجيل لموسم العمرة في حال تأكله. وزير الشؤون الخارجية يؤكد من واشنطن حرص تونس على مواصلة الانخراط الفاعل في جهود دعم مسار التسوية السلمية في ليبيا. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.